النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى من أجلك، ضرب من أجلك، طرد من أجلك، أوذي من أجلك، طلقت بناته من أجلك، وأنت تستحي من سننه صلى الله عليه وآله وسلم، تستحي أن تظهر سنة، تخجل أن يقول الناس عنك ماذا تفعل، نخجل أن نطلق لحانا، أن نقصر ثيابنا، أن نمشي كمشيته، أن نقول كمقالته، أن نحفظ كلامه. نخجل من سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كاد أن يقتل مرارا وتكرارا من أجلك، وأصلا خرج من الدنيا مقتولا بالسم عليه الصلاة والسلام. من أجلك أنت، من أجلك أنت، لما أراد أن يغادر الدنيا بكى، فقيل له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال وددت لو رأيت إخواني. كان يتمنى أن يراك، لكن وخجلاه أن يراني أو يراك ونحن قد ألقينا بسنته تحت أقدامنا.